السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة سيارات مجنونة. واليوم راح نتحدث فيها على التعليق الأخير لوزير المالية الجزائري حول تمويل البنوك لعملية استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات. ابقوا معايا. لا بتاتا البنوك لم تتدخل في تزويد شراء سيارات أقل من 3 سنوات. كما سمعتوا خاوتي، الصريح هذا معناه ان المواطن كيحب يشري سياره اقل من 3 سنوات لازم يروح يدبر الشونج من جيبه. بمعنى اخر، ان المواطن لازم يروح يصرف في السوق الموازي، وحسب قانون العرض والطلب سعر العمله الصعبه راح يزيد، مما يؤدي الى ارتفاع تكلفه شراء سياره اقل من 3 سنوات. المنظمه الجزائريه لحمايه المستهلك علقت على تصريح الوزير بان المواطن لم ينتظر العمله من البنوك العموميه التي هي أصلا عاجزة على توفير منحة السياحة، وصرحت كذلك بأنها طلبت من قبل أن تكون السيارات أقل من 5 سنوات وليس 3 سنوات، راجية من البرلمان أن يعدل القرار أو يرفضه كليا. إذا راك حاب تزيد تشوف فيديوهات أخرى متعلقة بالسيارات، اشترك في القناة واضغط على زر الجرس. إلى اللقاء.